ونرق امورنا ونعملوا برشا مشاريع في بلادنا. سمعنا وتقيدنا في محضر جلسه وشهر جاي ان شاء الله جاوبنا. اسمع انا يقول لك ديجاج يا صغير يا ابني العبر انا ديجاج 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 ديجاج. احنا كشباب رافضينك انت والنيابه نتاعك مشكون في البلديه تصايد وضايع وضايع راينا ما عندكش الحق تسكت حتى راح فينا. اجتماع تنفيذي تسمع الناس الكل. كان عندي حاجه نسال شمد النظام الداخلي واحنا نمشيو بالنظام الداخلي. نحب نسمع الاراء. يعني مشادة كلامية بين جمع من شباب مدينة صيادة هم أبنائنا وإخواتنا ولاد عماتنا مع أعضاء المجلس النيابي. السبب نتاعها شنو بالضبط؟ ما نجمش نقول لك بالضبط شنو السبب. يعني ما نجمش نقول لك المصدر يعني التبرير القانوني يعني لا املك المعلومه. اسمعونا علاش نقولوا في وقت لا باش نوضينا لا نخرجوا من الخارج. اسامه السويسي مواطن صيادي مشترك في جميع في عديد من منظمات المجتمع المدني، الغرفة الفتية، سيادة مدينة صيادة إلى آخره. أستاذ جيت اليوم 24 أبريل 2015 مع الخمسة غدرجين باش نحضر في الجلسة التمهيدية الثانية في بلدية صيادة. قعدنا نستناو حتى الخمسة ونص ومن بعد جاو أربعة أعضاء المجلس البلدي. خلطت الكاتب العام بدينا نعمل في الجلسة سألنا على الوضعية متاع البرد. بعد جاءوا مجموعة من المواطنين الشبان وحبوا يصوروا معناها الجلسة لكن رئيس المجلس البلدي رفض الجلسة وبعد معناها ما خلاش المواطنين هذوما يصوروا الجلسة ورفعها من غير حتى معناها ما كمل الجلسة. أيمن مرزوق رئيس جمعية ومدير مهرجان. حضرنا اليوم مجموعة من الشباب كل إنسان عنده تساؤلات يحب يطرحها. تفاجئنا بأنه رئيس نيابة الخصوصية ديريكتور فض حتى باش نحكي آني وكيرانا كاكا قال ترفع الجلسة ما غير ما صار حتى مشكلة. الناس كل قاعدة في بلايسها هو ما حبش يسمع الناس. ما فهمتش هذه ما فماش جلسة تمهيدية ولا عنده الحق يرفع الجلسة ولا لا شتا تعمل جلسة عامة ولا لا. الناس اللي جات تشكي وما مسمحاش بأن صيفة معناها بالحق تساؤلات كبيرة برشا. السعفي المساعد الثاني رئيس نيابة الخصوصية بالبلدية صيادة جلسة عادية في الحقيقة. يعني تفاجئنا يعني بدخول يعني مجموعة يعني هائلة من الشباب تقريبا صار كيف لا فما شويه دشنج من الاول كيفاش حبيت انه المجموعه اللي جات هذيا تتصل بينا من الاول تقول احنا باش نصور وكذا يكون الاتفاق باش نحضروا المكان يكون احسن وترتيب احسن ربما وشيء الا انه فما يمكن المجموعه المجلس البلدي يعني راكم فما دخله يمكن فيهاش نيه مبيته لحديث يعني يورد وإلا منعش يستدرج منعش لي الحكاية بحيث يعني ربما ما كانش المحاضرة لها وكعلاش فما صار يعني رفع الجلسة لأنه صار فما شوية تشنج. الجلسة هذا منظمية يجي يتعاون معنا لأن احنا في حاجة لرأي البلدية في حاجة إلى الشباب خاصة لمعاضدة البلدية. مثال أنا عندي يعني تركيز مواقع فضلات يعني خفيفة في الشوارع الرئيسية الحق ما لقيناش العمل لأن ما عندناش عمل برشا ما لقيناش. لو كان الشباب يجي معنا ربما كنا نركزوهم في أقرب وقت وناخذوا الأفكار عندهم لأن أفكار الشباب راهي تطور علينا أكثر. احنا كبرنا نسمع هم واقفين 10 أكثر منا
وان شاء الله ربي يهديهم وكان يجيو عندنا هاني واحد الناس تقبلها بكل اريحيه معنا واللي فايت البلاد. الاوبن داتا والاوبن جوف معناها الاداره المفتوحه، ما فهمتش علاش رفض السيد رئيس البلديه معناها الوحده نتاع التصوير. المواطنين استاءوا، بعض المواطنين رفعوا شعار ديكاج، معناها هذايا غريب ممكن يكون، لكن ظهر الغضب نتاع الشباب من التعاملات معناها الاحاديه للرئيس البلديه. هذايا حبيت نقول كونه كان من الاجدر كونه تكمل الجلسه، ما فماش حتى اشكال لكونها تتصور، ما فماش حتى اشكال لكونها معنا مخبيه، وبهذا معناها مضى بينا كان بالحق اداره مفتوحه وبالحق حكمه مفتوحه. بارك الله فيك.